نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من انباء بشان اعتزام الدوله خصخصه منظومه التعليم العالي تزامنا مع التوسع في انشاء الجامعات الاهليه، واكد المركز الاعلامي لمجلس الوزراء انه لا صحه لخصخصه منظومه التعليم العالي تزامنا مع التوسع في انشاء الجامعات الاهليه، وانه لم يتم اصدار اي قرارات بهذا الشان، وشدد على استمرار ملكيه الدوله لقطاع التعليم دون اي نيه لخصخصته، حيث تلتزم الدوله بتطوير ملف التعليم بمختلف مراحله مع تقديم خدمات تعليمية متطورة قائمة على ضمان الجودة وبالمجان لكافة المواطنين على حد سواء دون أي تفرقة باعتبار التعليم حق أصيل من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون